انا في ناس عاملاهم بريزنترز، لو اي مشكله حصلت يتابعوا معايا بقى. انا معاكم دكتوره ايمان، مدرس مساعد في قسم الاناتو. ان شاء الله نتقابل كده قريب باذن الله. هنتكلم عن البالم، فتعالوا كده نشوف اول حاجه ممكن تقابلني في البالم لو احنا في المشرحه او هنعمل ديسكشن. فاكيد اول حاجه هتقابلني هو السكن. ميزه السكن اوف ذا بالم ان هو بيكون ثيك وهيرلس، يعني هو تخين طبعا لان انت طول الوقت الهاند دي بتطش حاجات وبتقابل حاجات، فلازم يكون السكن هنا ما هوش ثين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو هيرلس، يعني ما فيش هير فوليكل خالص، لكن في سبيشيس جلاندز. طبعا الهاند زي ما قلنا مسؤوله عن الفانكشن بتاعتها، فانكشنز كتيره قوي من ضمنها بتاعت التاتش، البين، فالسنسيشن بتاعها مسؤول عنه اكتر من نيرف، وده يمكن هنعرفه لما نيجي ناخد كمان النيرفات بالتفصيل. بس مؤقتا هنبقى عارفين ان البالم هنا سبلايد بتو نيرفز، اللاترال تو ثيرد اوف ذا بالم ده سبلايد بالميديان نيرف، واللاترال او البالمر سيرفيس اوف اللاترال 3 اند هاف فينجرز سبلايد برضو ببرانش من الميديان نيرف. اما الميديال 1 ثيرد والميديال 1 اند هاف فينجرز دول سبلايد بالالنر نيرف. لكن لو جينا بصينا على الهاند از هول، يعني هنلاقي ان البالم سبلايد بميديان والنر نيرف زي ما قلنا من شويه، لكن مثلا الباك او الدورسم اوف ذا هاند هيدخل معايا النيرف الثالث اللي هو الراديال نيرف. ده كده انا بتكلم بس على السنسوري سبلاينج اوف ذا هاند. تفاصيل النيرفات وكل نيرف بيسبلاي ان جزء من الهاند ده يمكن هنقوله اكتر مع الجزء النيرفز. تمام. طب احنا هنشيل السكين اوف ذا هاند اللي كان متميز بان هو ثيك. وفي حاجه طبعا نسيت اقولها بس كده في السكين اوف ذا هاند، ان في زي فليكشرز او حاجه بنسميها الكريسز. الكريسز دي اللي هي بيبقى مكان الفيكسيشن للسكين اوف ذا هاند للاندرلاينج ستراكشر. هو كل السكين اوف ذا هاند هو فعلا ادهيرنت للاندرلاينج ستراكشر، لان وظيفه الهاند دي ايه؟ اما جريبنج انك هتمسك حاجه او رايتنج. فمش معقوله كل ما اجي اعمل جريبنج او رايتنج يحصل بلجنج للسكين، فلازم يكون السكين ده ادهيرنت للاندرلاينج ستراكشر. اكتر اماكن بيكون فيها الادهيرنس ده هو اماكن الكريسز او الفليكشرز. والكريسز دي ما بتكونش اوبوزيت بس للجوينتس، يعني احنا هنلاقي دايما ان انا عندي كده عند الفالنجيز مثلا في الانتر فالنجيال جوينتس هلاقي كريسز، ده اوبوزيت لجوينت. لكن في كريسز في السنتر اوف ذا بالم دي مش اوبوزيت لجوينتس خالص. طب تعالوا هنعمل ديسكشن ونشيل السكن، يبقى اول لاير انا شلتها هي السكن. زي اي مكان في الجسم، ايه هي اللايرز اللي بعد كده؟ دايما كنا بنقول اول ما بشيل السكن بنلاقي فاشيا، والفاشيا دي مقسمه الى سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا. والسوبرفيشال فاشيا ما كنا درسنا كده في البيزس، كنا بنقول ان السوبرفيشال فاشيا دي ريزرفوار للفات. ده نفس الكلام اللي هنلاقيه في البول. احنا هنشيل السكن اللي هو الثيك، هنلاقي الاصفر ده تحتيه في الصوره اللي فوق، هنلاقي الاصفر ده. الاصفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكيولاي من الفات، تجمعات من الفات. يبقى هي دي السوبرفيشال فاشيا بتاعتي. يبقى بشيل السكن، هلاقي لازق فيها من تحت السوبرفيشال فاشيا، والكونتنت بتاعت السوبرفيشال فاشيا سواء كيوتينيوس نيرف او الفات، لان ده معروف ان دي وظيفه السوبرفيشال فاشيا. طب شلنا السكن والسوبرفيشال فاشيا، نلاقي ايه بقى؟ نلاقي عندي ديب فاشيا. الديب فاشيا اوف ذا بالم مقسومه لجزئين زي ما احنا شايفين كده، هي لونها ابيض بس الابيض ليه درجتين. في عندي الميديال واللاترال كومبارتمنت بنلاقيها ثين ديب فاشيا، حتى احنا شايفين الاحمر اللي تحتيها اللي هي الماسلز الكفرنج ماسلز بتاعتها. انما الانترميديت كومبارتمنت ده ثيك فاشيا، لدرجه ان هو عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها بالمر ابونيوروزس. عمل بالمر ابونيوروزس،
مين بقى البالمر ابونيوروزس؟ يعني لو انا جيت قلت لك ايه هو البالمر ابونيوروزس، يبقى ده عباره عن thickening of the intermediate part of the deep fascia of the palm. شكله ايه؟ واخد شكل التريانجل، ليه بيز داونورد او directed to the fingers، وليه apics directed upward. الابيكس اللي directed upward دي ماسك فيها tendon of a muscle قلنا بتبقى موجودة في front of the forearm may be present or absent. اسمها ايه المصل دي؟ اسمها palmaris longus. تمام؟ انما البيز of the palmar aponeurosis اللي هو directed to the fingers بيبقى divided into slips، يعني من تحت البالمر ابونيوروزس متقسم لسليبس، وما بين السليبس دي في عندي جابس، هيعدي من الجابس دي النيرفز والفيسنس اللي رايحه للفينجرز، وفينجرز كده باللاتيني ديجيتس او زي ديجيتال كده يعني ديجيتس، فبنلاقي في ديجيتال نيرفز والديجيتال فيسنس اللي بتكون رايحه للفينجرز. ده غير ان بيكون في ماسلز تانية برضو هنعرفها وهنتكلم عليها كمان شويه اسمها اللامبريكلز، برضو بتبقى موجوده في الجابس اللي ما بين السليبس اوف ذا بالمر ابونيوروس. تمام. برضو البالمر ابونيوروس زي ما ليه ابيكس وليه بيز، ليه ميديال مارجن وليه لاترال مارجن، هما كونتينوس مع الثين فاشيا اللي مغطيه الماسلز اللي موجوده على الميديال سايد والماسلز اللي موجوده على اللاترال سايد. كمان في حاجه نعرفها ان البالمر ابونيوروز من الديب سيرفيس يعني من تحت بيبقى منزل زي سبته، تقسم البالم الى سبيسز او كومبارتمنت، فبيبقى نازل من اللاترال الميديال مارجن سبته يروح يمسك في الفيفس ميتاكاربال بون، ومن اللاترال مارجن ينزل سبته يمسك في الفيرست ميتاكاربال بون بتاعت الثم، ومن النص ينزل سبتم يمسك في الايه في الثيرد ميتاكاربال بون. فده بالنسبه للبالمر ابونيوروز، يبقى ده عباره عن ثيكنج من الديب فاشيا بالذات طبعا في الانترميديت بارت، شكله تريانجلر، ليه ايبكس وليه بيز، البيز متقسمه لسليبس، بتوين السليبس في جابس بتعدي منها الاستراكشرز اللي هتروح للفينجرز، والايبكس ده بيبقى كونتينو مع tendon of a muscle may be present or absent اللي هي البالماريس لونجس، وليه ميديال مارجن اند لاترال مارجن بيكونتينيو مع الفاشيا او الثين ديب فاشيا اللي كفرنج المسلز اللي موجوده على الميديال واللاترال. طيب ده كده شكل فليشي، يعني احنا كده شايلين السكن، وده شكل اللي في النص عندي هو ده البالمر ابونيوروزس، ده بيبقى شكله في المشرحة، وده شكله في الايه في الكادفر او في الفليشي فايبرز. يعني ده مين؟ ده البالمر ابونيوروس. طبعا ده الثمب، وتحت الثمب هلاقي هي دي الماسلز اللي بتبقى كفرنج الثين فاشيا وهنعرف اسمها دلوقتي، وده الليتل فينجر، ودي برضو الماسلز اللي موجودة تحت الليتل فينجر. هنلاقي هنا هي دي كده السليبس اوف ذا بيز of the palmar aponeurosis، ودي الجابس اللي ما بين السليبس اللي بيبقى فيها الديجيتال نيرفس وفيسلز، بيبقى فيه كمان muscles. طيب في ديزيز بيحصل في البالمر aponeurosis او في ديفورميتي ممكن يحصل ان يبقى في فايبروزس يحصل في البالمر aponeurosis. الفايبروزس ده يعمل ايه؟ يعمل شورتنينج في البالمر aponeurosis يؤدي الى ديفورميتي، فيخلي الفينجرز كانها قريبه من البالم، ويبقى فيه زي جابنج اكتر وديفورميتي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. ده بيبقى ديزيز، ده بنسميه كونتراكتشر. كلمه كونتراكتشر معناها حاجه فايبروزس. اي مشكله؟ الدنيا ماشيه كويس يا دكاتره؟ نفتح بقى تاني. انا معايا مصطفى متابعني. طيب
نرجع تاني نقول ايه هو الديزيز اللي موجود في البالم. ان يحصل فايبروزس في البالمر ابونيوروزس فيعمل حاجه اسمها كونتراكتشر. كلمه كونتراكتشر في الطب عموما معناه ان في فايبروزس عمل زي شورتنينج في اي شيء. واللي وصف الفايبروزس في البالمر ابونيوروزس كان اسمه ديوبيترنز، فالديزيز هنا اسمه ديوبيترنز كونتراكتشر. شلنا بقى البالمر ابونيوروزس، ابتدي اشوف ايه قدامي. يا دكتور بعد اتفضل. هو حضرتك كنت واقف عند السلايد بتاعت الابونيوروزس ولسه مقلبه دلوقتي، تمام؟ انا خرجت ورجعت، حسيت ان في حد عايز يكون في حد ريز هاند او عشان تمام. في ناس كانت بتقول ان الصوره مش ظاهره. تمام كده احنا في سلايد ماسلز اوف ذا هاند. تمام. شكرا يا مصطفى، متشكره جدا. تمام. طيب احنا دلوقتي خلاص رفعنا بالمر ابونيوز، رفعنا سكن، رفعنا سوبرفيشال فاشيا اللي كانت فيها اصفر اللي هو الفات، رفعنا الديب فاشيا متمثله في البالمر ابونيوزس. هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي المسلز اوف ذا هاند. طيب المسلز اوف ذا هاند دي كام عضله؟ احنا عندنا في الهاند 20 مسل. 20 مسل اه طبعا، دي الهاند مسؤوله عن فاين موفمنتس ورايتنج، وفي ناس بقى عندها سكيلز اكتر من الرايتنج والحاجات دي، فعندي 20 مسل. للتسهيل ال 20 مسل دول مقسمينهم في 5 جروبس، كل جروب عباره عن 4 مسل. مين هم؟ اول جروب هو لاترال جروب او اللاترال كومبارتمنت اللي هو بنسميه البول اوف ذا ثامب او المسلز اللي اكتنج اون ذا ثامب، يعني عضلات هتشتغل على الثامب، فسميناهم ايه؟ اسمهم ثينر وبيعملوا اليفيشن فبنسميه ثينر امينس. دول كام مسل؟ 4. احنا هنقسمها اربعات. الاربعه مسلز اللي اكتنج اون ذا ثامب متمثلين في الثينر امينس، ليهم ايه هم اساميهم؟ اول واحده هتبقى اسمها اب دكتور بولشس بريفس لان عندي لونجس، فليكسور بولشس بريفس، وديب ليهم هيبقى في مصل اسمها اوبوننس بولشس. وفي الجاب اللي ما بين الثمب والاندكس فينجر هنلاقي مصل ثانيه اسمها ادكتور بولشس. يبقى اول كومبارتمنت عندي هو لاترال كومبارتمنت عباره عن 4 مصلز متمثلين في الثينر امينس. الثينر امينس عباره عن 3 مسلز او بيسموها البول اوف ذا ثامب، عباره عن اليفيشن، عباره عن 3 عضلات، اب دكتور بولشس بريفس وفليكسور بولشس بريفس، ودي بيهم هتبقى اوبوننس. العضله الرابعه بتاعه اللاترال كومبارتمنت اللي اكتنج اون ذا ثامب عضله بتفيل الجاب اللي ما بين الثامب والاندكس فينجر اللي هي اسمها ايه؟ ادكتور بولشس. طيب الجروب الثاني اللي هو الميديال كومبارتمنت 4 عضلات متمثله في ايه؟ في امينس برضو، حته عاليه بس اقل من الثينر، فسميناها تحت الثينر او اقل من الثينر اللي هي هايبوثينر امينس. تمام. كام مصل؟ 3. طب عشان خليهم 4 هضيف عليهم عضله كمان موجوده على الميديال سايد. طب مين الثلاثة مصر اللي عاملين الهايبوثينر امينس؟ برضو واحدة اسمها نفس اسامي الثمب، اسمها ايه؟ اسمها ابدكتور ديجيتي مينيمي، فليكسور ديجيتي مينيمي، وديب ليهم هتبقى اوبوننس ديجيتي مينيمي زي الثمب بالظبط. العضلة الرابعة بتاعتهم اللي موجودة على الميديال سايد عضلة اسمها بالمارس بريفس، وهتكلم عليها دلوقتي. طيب يبقى احنا كده دول تو جروبس 4 و4، يعني 8 عضلات. بعد كده هنلاقي عضلات صغيره اسمهم اللامبريكلز، هم كمان 4، وعضلات بين الميتاكاربال بونز، بين عظم يعني انتر اوسيال، ففي منهم على البالمر اسبكت سميهم بالمر انتر اوسيال، برضو عددهم 4 او 3 هنشوف كمان شويه، ودورسال انتر
الميتوكوندريال يعني ما بين الميتوكاربال بونز بس على الدورسال اسبكت او على البوستيريور اسبكت اوف ذا ايه اوف ذا هاند. يبقى دول الاربعه في خمس مجموعات يعني 20 مصر. تمام. اول جروب هو الثينر مصر اللي هو الايه البول اوف ذا ثامب. ثلاث عضلات اسمهم ايه ثينر امينس. اول واحده فيهم اللي هي باللون الازرق دي اسمها اب دكتور بولشس بريفس، واللي باللون الاحمر الفليكسور بولشس بريفس، واللي ديب ليهم الجرين اسمها اوبوننس بولشس. العضلات دي ليهم كومن اوريجين، يعني ايه؟ يعني جايين من نفس المكان. جايين من اللاترال بارت اوف حاجه هنا كده كانت ماشيه بالعرض، كان اسمها فليكسور ريتيناكيولوم. فليكسور ريتيناكيولوم ده كان عباره عن سيكنينج برضو من الديب فاشيا قدام الريست جوينت. فالثينر امينس العضلات دي طالعه بكومن اوريجين من اللاترال بارت اوف ذا ايه فليكسور ريتيناكيولوم. طيب وطالعه كمان من الكاربال بونز. ايه هم الكاربال بونز؟ كان في واحده اسمها سكافويد وترابيزيوم. يبقى المسلز بتاعت الثينر امينس جايين بكومن اوريجين من اللاترال بارت اوف ذا فليكسور ريتيناكيولوم، والكاربال بونز اللي كانوا على اللاترال سايد اللي هي سكافويد وترابيزي. طيب الانسرشن بتاعهم رايحين فين؟ برضو رايحين لنفس المكان ده بالنسبه للابدكتور والبولش والفليكسور. رايحين انسرت فين؟ في اللاترال سايد اوف البيز of the proximal phalanx of the thumb. يبقى هم راحوا للproximal phalanx of the thumb على lateral side وحصل لهم insertion. تمام. طيب طب الاكشن بتاعهم نفس الاكشن؟ يعني ده common origin وcommon insertion؟ لا طبعا الاكشن بتاعهم according لاساميهم. طب ايه اللي خلى الاختلاف في الاكشن؟ دايما الاكشن of the muscle بيختلف نتيجة شكل الفايبرز او الدايركشن اوف فايبرز. فالفايبرز بتاعت الابدكتور بولشز هي اللي بتكون لبره شويه، فهي اللي هتاخد الثامب لبره وتعمل له الاكشن اللي اسمه ابدكشن. وهشوف شكل الاكشن دلوقتي عامل ازاي. اي نعم هي جايه من نفس الاوريجن والانسرشن اوف ذا فليكسور ورايحين لنفس الانسرشن، بس كاكشن الاثنين مختلفين عن بعض. ليه؟ على حسب الملي اللي فارق في الانسرشن وشكل الفايبرز الدايركشن بتاعها او الفايبرز بتاعتي ماشيه ازاي. فالابدكتور بولشز جت من الكومن اوريجين للانسرشن اللي هو اللاترال سايد اوف ذا بيت اوف ذا بروكسيمال فالنكس اوف ذا ثامب، وتعمل اكشن اسمه ابدكشن. طب الفليكسور جايه من الكومن اوريجين وتروحت للكومن انسرشن مع الابدكتور، بس الاكشن بتاعها ان هي هتعمل فليكشن اوف ذا ثامب. طيب نيجي بقى للاوبوننس بولشز، جايه منين؟ من الكومن اوريجين، وبتانسرت فين؟ في اللاترال هاف اوف الفيرست ميتاكاربال بون. اللاترال هاف اوف الفرونت اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون، وتعمل حاجه اسمها اوبوزيشن. الثري ماسلز دول سبلايد بمين؟ سبلايد بالميديان نيرف. نعرف كده مع بعض عشان في الاخر هنقول تجميع، هي سبلايد بالميديان نيرف. طب بما اني عماله اتكلم على الموفمنتس بتاعت الثمب، فاحنا لازم نبقى متخيلين هو الثمب ده بيتحرك ازاي. عايزه كده الناس اللي بتسمعني يعملوا ايه؟ يعملوا وضع الشحاته، يعني ايه؟ يعني يفتحوا كده الهاند بتاعتهم بحيث ان البالم يبقى دايركتد كده للسقف، ويلا نحرك الثمب. اول حركه هنعملها هنعمل ابدكشن. هنعمل ابدكشن ازاي؟ خلي الثمب يشاور على السقف. يبقى احنا واخدين وضع ايه؟ واخدين وضع الشحاته، الثمب يبص يشاور على السقف، بس احنا كده عاملين ابدكشن كانه واقف عمودي على البالم. يبقى احنا كده عاملين ابدكشن. طب ضم الثمب على اخواته تاني، اللي هو كانه زي الوضع الاخير في الصوره اللي بيسموه ريبوزيشن، هو هو الابدكشن. تمام. يبقى احنا كده عملنا ابدكشن. يبقى وضع الشحاته، البالم
ناحيه السقف، الثم بيشاور على السقف، على السقف، انا كده عامله ابدكشن. رجعه مكانه تاني جنب اخواته كده واقفين جنب بعض، يبقى انا عملت ادكشن. طيب نيم الثمب على البالم، عملت فليكشن. نيمت الثمب على البالم، عملت فليكشن. ابعد الثمب خالص كأنك بتشاور على حاجة جنبك، يبقى انا كده عملت اكستنشن. يبقى لو الثمب مثلا بيشاور على الترابيزة اللي جنبك، على الكرسي اللي جنبك، يبقى انا كده عاملة اكستنشن. زمان كنا بنقول شاور على زميلك يعني، فده كده اكستنشن. تمام. لو احنا بقى عملنا وضع التسبيح، يبقى ده اللي هو اسمه ايه؟ opposition. الريبوزيشن ده مش يعني ده مش كاركترايزد عندنا ولا بالنسبه لنا موفمنت يعني. تمام. هو الادكشن. يبقى لو عملت التسبيح اللي هو ان البالمر اسبكت اوف ذا ثامب هيلامس البالمر اسبكت للفينجرز، يبقى ده مين؟ opposition. يبقى هعيدهم تاني سريعا. البالم ناحيه السقف والثمب هيشاور على السقف، يبقى ده اللي اسمه ابدكشن. يرجع تاني جنب اخواته ابدكشن. ينام جوه البالم فليكشن. تشاور على الحاجه اللي جنبك اكستنشن. هنسبح، هو ده الايه؟ الاوبوزيشن. طيب اتكلمنا على السينر امينس، التلات عضلات اللي هي الابدكتور بولشس بريفس، الفليكسور بولشس، والديب ليهم هتبقى من هنا هيبين جزء منها اللي هي الاوبوننس بولشس. يبقى دول تلات عضلات. العضله الرابعه هي مين؟ ادكتور بولشس، موجوده في الجاب اللي ما بين الثمب وما بين الاندكس فينج. الادكتور بولشس ليها تو هيدز، هيد ترانسفيرس وهيد اوبليك. هد هرجع يا دكاتره اشوف بس ايه الناس اخبارها ايه معانا. وقفت فين؟ طيب الصوره وقفت لغايه فين؟ لغايه الثمب موفمنت يا دكتور، دي اخر حاجه ظاهره عندي. في ناس بتقول ان مفيش صوره اصلا. طب ما إيه؟ طب انت عندك صورة وهم لا. طب يعني انت الصورة وقفت. ممكن النت يعني انا عندي واقفة. الصورة واضحة. لكن حضرتك ما السلايد ما اتقلبتش من بعد ما اتكلمت على النص. طب وكده برضو ما فيش فايدة؟ لا. انا كل اللي قلته ان احنا اتكلمنا خلاص على السينر ماسلز، الثلاث عضلات بتوعنا اللي هي الابدكتور وادي الفلكسور وديب ليهم باين عندي جزء منها من تحت كده الاوبوننس. العضله اللي بعد كده اللي هي العضله دي اللي هي باين عندي هنا ماليه الجاب ما بين الثم والاندكس. العضله دي اسمها ايه؟ اسمها ادكتور بولشس. طيب زي ما احنا شايفين كده الادكتور دي ليها تو هيدز. ليه اللي خلاني قلت ان ليها تو هيدز؟ ان الدايركشن اوف فايبرز مختلف. اللي فوق دي ماشيه بالعرض فسميتها ترانزفيرس، واللي جايه من تحت شويه طالعه لفوق كده اوبليك فسميناها اوبليك هيد. فبقى عندي ترانزفيرس هيد وعندي اوبليك هيد، الاثنين دول مع بعض هم الادكتور بولشس. الترانزفيرس طالعه من الفرونت اوف ذا ثيرد متاكاربال بون، الاوبليك طالعه من البيز اوف ذا ثيرد متاكاربال بون، البيز اوف ذا سكند متاكاربال بون، من كاربال بون كانت اكبر واحده فيهم اللي كان اسمها كابيتيت. يبقى الادكتور ليها تو هيدز، ترانزفيرس واوبليك. الترانزفيرس طالعه بس من الثيرد متاكاربال، انما الاوبليك واخده من ثلاث اماكن، سكند وثيرد متاكاربال البيز بتاعهم، ومن الكابيتيت اللي هي الكاربال بون، اكبر كاربال بون عندي اللي هي الكابيتيت. تمام. ما بين التو هيدز الترانزفيرس والاوبليك هلاقي فيه الديب بالمر ارش، ده كونتينيويشن للراديال ارتري. يعني انتوا مش عليكم فيسلز، بس انا حبيت اعرفكم ان ما بين التو هيدز بيبقى ماشي الديب بالمر ارش. طيب بعد كده تروح فين بقى العضله دي؟ انسرت فين؟ لو كان الاب دكتور، الاب اللي عملت ابدكشن
مسكت هنا في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فالنس، يبقى اكيد الاب دكتور اللي هتاخد الصند لجوه مسكت فين؟ اوبوزيت ليها. يبقى بالظبط كده، يبقى الادكتور عندي الانسرشن بتاعها فين؟ في البيز، في الميديال سايد اوف بيز اوف ذا بروكسيمال فالنس اوف ذا ارم. ليه؟ عشان تعمل عكس اللي عملته الاب دكتور، تعمل اد تضم صند جنب اخواته كده يبقوا واقفين جنب بعض. تمام. طيب الثينر ماسلز كان النيرف بتاعهم ميديان، انما الادكتور لا، الادكتور النر نيرف، يبقى ميديان نيرف والنر نيرف بالنسبه للماسلز اللي اكتنج على الصم. هنا برضو بيوريني الابدكتور بولشس والفليكسور بولشس، ودي ليهم هتبقى مين؟ الاوبوننس بولشس. في ايه؟ في اي مشكلة تاني؟ هنرجع عشان تاني. طيب خلاص، يبقى احنا كده دول الثينر وما بينهم وادي الادكتور بولشس. الصورة وقفت تاني يا دكتور تقريبا برضو. وقفت كده، احنا فين؟ وقفت عند الادكتور بولشس. ودلوقتي ما فيش برضو اي جديد بيحصل؟ اه كده تمام. اه تقريبا مشكلة نت اعتقد، مش عارف. اه ماشي طب دكتور كده تمام شغال. طيب اوكي. طيب دي كده اخر حاجة انا كنت واقفة عندها، ادي برضو السينر امننس وادي الادكتور بارس. كده احنا خلصنا اللاترال كومبارتمنت اللي هم اربع عضلات اكتنج اون ذا ثام. نيجي بقى على الميديال كومبارتمنت، زيهم بالظبط اللي هم كان اسمهم ايه؟ هايبو تينر امنس. هايبو تينر امنس كانوا ثلاث عضلات، عضله اسمها اب دكتور ديجيتي مينيمي، عضله اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي، وعضله ديب ليهم اسمها اوبوننس ديجيتي مينيمي. طب الثلاث عضلات دول، الثلاث عضلات دول جايين منين؟ دول بقى المره دي جايين من اللاترال بارت of the flexor retinaculum. بس الابدكتور جاية من عظمة من عظمات الكاربال بونز، كانت عظمة صغيرة قوي شبه البسلة او البي بي شيب، سميناها بي سي فورم. يبقى الابدكتور ديجيتي مينيمي جاية من البي سي فورم، وتروح تمسك فين؟ في البيز of the proximal phalanx of the little finger. فين بالظبط؟ في الميديال صعب عشان تاخده لبره وتعمل اب دكشن. طب تعالوا نشوف كده الفليكسور والاوبوننس جايين منين. جايين من الفليكسور تيناكلم، من البارت اوف ذا فليكسور تيناكلم، واللي جنب البي سي فورم اللي هي مين؟ الهاميت. كان طالع منها حته عظمه كده اسمها هوك، كانت طالعه من الهوك اوف هاميت. تمام. وتروح الفليكسور تمسك برده مع الاب دكتور، والاوبوننس زي الناحيه الثانيه في الصف تمسك الفيفث متاكاربال بون في الميديال هاف اوف فرونت اوف فيفث متاكاربال. فالثلاث عضلات دول هم زي اخواتهم الثلاث عضلات الثانيين اوف ذا صم، فما يلخبطوش في حاجه. يبقى اب دكتور وفليكسور راحوا مسكوا فين؟ في الميديال سايد اوف بيز اوف بروكسيمال فالنكس اوف ليتل فينجر. والعضله اللي ديب ليهم اللي هي الاوبوننس بتمسك في الفرونت of the fifth metacarpal bone. العضلات دي ايه الاكشن بتاعهم؟ برضو زي اساميهم بالظبط، الابدكتور هتعمل ابدكشن، الفليكسور هتعمل فليكشن، والاوبوننس بتعمل ايه؟ مش اوبوزيشن بقى، بس هي الفكره انها بتعمل لاترال روتيشن للميتاكاربال بون، فكل وظيفتها انها تزود التجويف او الهولو شيب اوف ذا بالم في السنتر بارت،
ده كده بيساعد الجريبنج، يخلي الجريبنج او وانت بتمسك حاجه يخلي الموضوع اقوى. فده وظيفه الاوبوننس ديجيتي مني، مش اوبوزيشن قد ما هي بتروتيت بس الفيرس متاكاربال بون لاترالي، فتزود التجويف اللي بيكون في السنتر اوف ذا بون. طبعا الثري ماسلز دول سبلايد بمين؟ بالالنر نيرف. تمام. طيب مين العضله الرابعه بتاعه الميديال كومبارتمنت؟ كنا قلنا عضله اسمها بالمارس بريفس. دي عضله بتبقى طالعه من الديب فاشيا تريانجولر اللي كانت موجوده هنا في السنتر اللي كان اسمها بالمر ابونيروزس، بتطلع من الميديال مارجن بتاعته وتروح تنسرت في السكن اوفر ذا ميديال سايد اوف ذا بالم. يبقى هي عضله ما بين الديب فاشيا والسكن، عشان تعمل وظيفتها ان هي تثبت الاوفرلاينج سكن للاندرلاينج ستراكشر. فدي العضله الايه؟ الرابعه اوف ذا ميديال كومبارت. كانت موجوده عندنا في الصوره اللي هي الفليشين، هي دي البالماريس بريفس. هنا مش موجوده اللي هي الصوره دي، دي صوره الفليش الهاند لما قلنا ده البالمر ابونيروزس. لو كلنا بصينا هنا من الميديال مارجن اوف ذا بالمر ابونيروزس هنلاقي في عضله هي ماشيه بالعرض، هي دي البالماريس بريفس، بتبقى ماسكه فين؟ في السكان اوفر لاين الميديال سايد اوف ذا هاند. يبقى احنا كده خلصنا الاترال كومبارتمنت والميديال كومبارتمنت والبالماريس بريفس. تمام. ادي برضو الصوره عندي اهي، نشوف كده اللي لونه ابيض دي صوره كادافر، اللي لونه ابيض في النص ده البالمر ابونيروزس. لو جيت على اللاترال كومبارتمنت ادي الاب دكتور بولشس بريفس، ادي الفليكسور بولشس بريفس. لو احنا بعدنا التو ماسلز دول عن بعض هنلاقي ديب ليهم الاوبوننس، ممكن نشوفها ما بينهم من جوه، ممكن يبقى باين منها ساعات حته هنا بره خالص اللي هي الاوبوننس. طبعا التندون اللي باين عندي عند الثمب ده الايه؟ التندون بتاع الفليكسور بولشس لونجز. لو جينا الجاب اللي ما بين الثمب والاندكس دي مين؟ الادكتور ماسل الادكتور بولشس. دي الترانزفيرس هيب، واللي جايه من تحت لفوق دي الاوبليك هيب اللي بيشاور عليها او جزء باين منها دي دورسال انتر اوسيوي، هنشوفها دلوقتي. نيجي على اللاترال كومبارتمنت، عندي بس هنا غلطه في الليبلز. انا عندي اللي بره دي فعلا الاب دكتور ديجيتي مني، ده صح. دي بقى الفليكسور ديجيتي مني، دي هي الفليكسور، انما اللي بتبقى ديب دي الاوبوننتس. فهنا انا معكوس عندي الايه؟ الاسهم، ان دي هي الفليكسور ديجيتي مينيمي واللي جوه دي مين؟ هي الاوبوننتس ديجيتي مينيمي. تمام. ندخل بقى على ثالث مجموعه اللي هي اسمهم لامبريكنز. واللامبريكنز دي عضلات بنقول ان هي شبه الدود، وورم لايك. تمام. ماسلز صغيره جدا شبه الدود، وورم لايك ماسلز. عباره عن كام واحده؟ اربعه. الفيرست والسكند مختلفين عن الثيرد والفورث في حاجتين. اول حاجه في الاوريجن بتاعهم، شكل الاوريجن بتاعهم، وتاني حاجه في النيرف سبلاي. الفيرست والسكند لامبريكلز طالعين ايه؟ هم كلهم طالعين من اللونج تندونز اللي هم بتوع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. الفيرست والسكند يونيبينيت، يعني ايه؟ يعني طالعين من التندون فروم وان سايد، فروم ذا لاترال سايد اوف ذا فليكسور ديجيتورم بروفاندس تندونز اوف اندكس اند ميدل فينجر. يبقى الفيرست والسكند لامبريكلز طالعين منين؟ من اللاترال سايد بتاع التندونز اوف الاندكس والميدل فينجر. انما الثيرد والفورث باي بالنيت، يعني ايه باي بالنيت؟ يعني طالعين من اتجاهين، طالعين من الادجيسنت سايدز اوف ذا تندونز. الثيرد وان طالعه من الادجيسنت سايدز اوف التندونز اوف ذا رينج ميدل فينجر اند رينج فينجر.
الفورس طالعه من الادجيسنت سايدز اوف ذا تندونز اوف ذا ايه رينج اند ليتل فينجرز. يبقى الفرق بين الفيرست والسكند لامبريكلز والثيرد والفورس ان اول اثنين يونيبينيت طالعين من اتجاه واحد، انما الثيرد والفورس بايبينيت طالعين من اتجاهين. طيب والنيرف سبلاي الفيرست والسكند دول لاترالي ناحيه السبلاينج اوف ذا ميديان نيرف، دول سبلايد باي ميديان نيرف، انما الثيرد والفورس سبلايد بالالنر نيرف. اللامبريكال ماسلز دول بيعملوا ايه بقى؟ عضلات بتطلع من التندونز اوف ذا بروفوندس ويبتدوا يطلعوا ابورد ويلفوا حوالين المتقاربو فالينجيال جوينتس، الجوينت اللي ما بين الفالنجيس والمتقاربة البونز، عشان يرجعوا ورا ويروحوا يمسكوا في حاجة اسمها الاكستنسور اكسبانشنز. دول موجودين على الدورسم اوف ذا ميديال فور فينجرز، دول الاكستنشنز دول معمولين بالاكستنسور ديجيتورم، هتتاخد مع الماسلز اوف ذا باك اوف فور ارم. يبقى اللامبريكال ماسلز عددهم اربعه زي ما احنا ماشيين طول التقسيمه، طالعين من التندونز اوف ذا بروفوندس، الفيرست والسكند دول يوني بينيت طالعين من اتجاه واحد، الثيرد والفورث باي بينيت طالعين من اتجاهين. الفيرست والسكند سبلايد باي ميديان نيرف، الثيرد والفورث سبلايد باي ألنر نيرف. الاربعه ماسلز بيرجعوا باكورد وينسرت فين؟ في الدورسال اكستنسور اكسبانشن. بيعملوا ايه؟ بيعملوا هايبر اكستنشن في الانتر فالينجيال جوينت وفليكشن للميتاكاربو فالينجيال جوينت. ده معناه ايه؟ معناه ان بتحط لي الهاند في الرايتنج بوزيشن. يبقى اللامبريكلز هي المسؤوله عن الرايتنج بوزيشن اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن فليكشن اهو بالصوره دي، فليكشن للميتاكاربو فالينجيال جوينت واكستنشن للانتر فالينجيال جوينت. دي صورة فليشي اهي تبين شكل اللامبريكلز. طبعا التندونز اللي قدامي دي التندونز بتاعت الديجيتورم سوبرفيشياليس، لكن دي بيهم هتبقى البروفوندس. اللامبريكلز بتاعتي اللي هي ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة، طالعين منين؟ طالعين من التندونز اوف بروفوندس اللي هم تحت التندونز الابيض اللي احنا شايفينها، الفيرست والسكند طالعين من اتجاه واحد بيطلعوا from lateral side. لو احنا بصينا على السكند دي، بصوا لو بصينا بالراحه كده هنلاقي في جاب، فعلا هي مش طالعه من two sides، طالعه من one side. على عكس الثيرد والفورس اللي انا هنحس ان هي من هنا ومن هنا، هي لازقه في التندونز اللي جنبها. ده الرايتنج بوزيشن زي ما قلنا، فليكشن للميتاكاربو فالينجيال جوينت واكستنشن للانتر فالينجيال جوينت. كده هنوصل للمجموعه بقى ايه الرابعه والخامسه اللي هم الانتر اوسيال. كلمه انتر اوسيس معناها ايه؟ انتر اوسيس معناها بين العظم. الانتر اوسيال في عندي مجموعه بتبقى على البالم اسمها بالمر انتر اوسيال، ومجموعه بتبقى على الباك فبنسميها دورسال انتر اوسيال. طب احنا المفروض قايلين ان احنا مقسمينهم اربعات، يعني المفروض ان انا عندي اربعه بالمر انتر اوسيال. هو اكشوالي او معظم الناس يعني الفيرست دور بالمر انتر اوسيس ماسل بتبقى ابسنت، تمام؟ معظم الفيرست بالمر انتر اوسيس ماسل بتبقى ابسنت، فممكن يبقى عندنا اربعه بالمر انتر اوسيوي وممكن يبقوا ثلاثه. يبقى معنى كده الماسلز اوف ذا هاند ممكن يبقوا 20 وممكن يبقوا 19، وهنشوف دلوقتي يعني ليه السبب يعني. طيب فعندي لكن الدورسال انتر اوسيال لا، هم اربعه ولازم يبقوا اربعه، فيرست وسكند وثيرد وفورث. نيجي على البالمر انتر اوسيال. طب هم الانتر اوسيال دول ايه الاكشن بتاعهم؟ بيعملوا ايه؟
بيعملوا اما ابدكشن او ادكشن. وعشان نحفظها اختصرنا كلمه باد يعني ان البالمر انتروسيوي بيعملوا ادكشن. البالمر انتروسيوي بيبقوا طالعين منين؟ بيبقوا طالعين من الفرونت اوف ذا ميتاكاربال بونز، وبيلفوا برضو ورا ويروحوا يمسكوا في الاكستنسور اكسبانشن زيهم زي اللامبريكلز كده. بس الاكشن بتاعهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا اما ادكشن. البالمر طبعا بيعملوا ادكشن. هيعملوا ادكشن لويتش اكسس؟ للاكسس اللي موجود في السنتر اوف ذا ميدل فينجر. يعني انا يعتبر الميدل فينجر هو الاكسس اوف ادكشن وادكشن. فالبالمر البالمر بتعمل اد، اختصرناه في كلمه باد عشان نفضل فاكرينها. بتعمل ايه؟ بتقرب الفينجرز على الميدل فينجر على الاكسس بتاعها، فبتعمل ادكشن. طب هل انا محتاجه ادكتور للثمب؟ ده انا عندي ادكتور عظيمه بتو هيبس، ترانزفيرس واوبليك هيب. عشان كده الفيرست بالمر انتروسيس بتبقى رودمنتري. كلمه رودمنتري يعني ضامره، بتبقى صغيره او ما بتبقاش موجوده خالص، لاني عندي واحده بتقوم بالفانكشن بتاعتها. طيب لكن عندي سكند وثيرد وفورث. السكند عشان تقرب الانس من الميدل، والثيرد عشان تقرب الرينج من الميدل، والفورث عشان تقرب الليتل فينجر من الميدل. طب هل انا محتاجه اد دكتور للميدل فينجر؟ هل انا محتاجه له ادكشن؟ ازاي هيعمل ادكشن؟ ازاي اذا كان هو شخصيا في السنتر في الاكسس؟ فمش محتاجه اني اعمل له ايه ادكشن، هو لوحده مع نفسه كده ادكتور. عشان كده انا عندي ثلاثه او اربعه انتر اوسيوي. فهمنا ليه الفيرست بتبقى رودمنتري او مش موجوده، لان انا عندي واحده قايمه بالوظيفه بتاعتها، انما السكند والثيرد والفورث بيكونوا موجودين عشان يعملوا ادكشن للاذر فينجرز تو ذا سنتر اوف ذا ميدل فينجر. هم سبلايد بمين؟ بالالنر نيرف، سبلايد باي الالنر نيرف. نيجي بقى لاخر مجموعه الدورسال انتروسيان، عددهم اربعه ولازم يبقوا اربعه. الدورسال انتروسيان عشان ما انساش الاكشن اختصرناه في كلمه داب. يبقى عندي باد وعندي داب. داب يعني الدورسال بيعملوا اب دكش، الدورسال بيعملوا اب دكش. طب طالعين منين؟ طالعين من الباك اوف ذا ميتاكاربال بونز، بيبقوا باي بالنيت، طالعين من الادجيسنت سايدز. طب احنا قلنا برضو ان الاكسس اوف ابدكشن وابدكشن بيكون فين؟ بيكون في السنتر اوف ذا ميدل فينجر. طب انا عايزه اعمل ابدكشن، هل انا محتاجه ابدكتور للثمب؟ لا، ما انا عندي ابدكتور، ده انا عندي اثنين، عندي لونجس وبريدس. طب هل انا محتاجه ابدكتور للليتل فينجر؟ لا، ما انا عندي اب دكتور ديجيتي ميني. طب تعالوا نشوف دول شغالين على مين بقى. الفيرست دورسال انتروسيس هتعمل اب دكشن للاندكس فينجر، هتاخد الاندكس فينجر بعيد عن الاكسس او بعيد عن الميدل فينجر. يبقى اول واحده بتشتغل على الاندكس وتبعده، تمام. طيب اثنين وثلاثه، خلي تعالوا نخليهم شويه. طب أربعة بتعمل إيه؟ هتعمل abduction للرينج فينجر، يعني هتاخد الرينج فينجر بعيد عن الميدل فينجر، هتاخد الرينج فينجر سوري الرينج فينجر بعيد عن الأكسس اللي هو في الميدل فينجر. يبقى رقم أربعة بتشتغل على الرينج فينجر. طيب اتنين وتلاتة بقى بيشتغلوا على مين؟ هنا بقى أنا محتاجة أعمل للميدل فينجر اعمل له ادكشن، اما اخده لاترال او اخده ميديال، لان الميدل فينجر ممكن يتحرك يمين وشمال، ممكن يروح ناحيه الاندكس وممكن يروح ناحيه الرينج. يبقى انا كده السكند والثيرد دورسال انتر اوسيوي بيشتغلوا على مين؟ على الميدل فينجر، يعمل له ادكشن
يبعدوا عن الاكسس الناحيه او يبعدوا عن الاكسس الناحيه. في اي مشكله دكاتره؟ دكاتره مصطفى معايا؟ تمام خلاص خلاص انا شفت في الشات. اوكي طيب. طب الدورسة الانتر اوسيوي بقى سبلايد بمين؟ سبلايد برضو بالالنر نيرف. تمام يعني معنى كده بقى لو جينا نجمع المسلز اللي اتكلمنا عليهم ده احنا اتكلمنا على 20 مسل. اول مسلز او اول مجموعه اللي هم السينر وكان معاهم الاب دكتور، وتاني مجموعه كانت الهايبوثينر ومعاهم البالمارس بريفس، ثالث مجموعه كانت اللامبريكال ماسلز، وبعدين اتكلمنا على البالمر انتر اوسيوي والدورسال انتر اوسيوي وقلنا النيرف سبلاي بتاعه. طيب يبقى معنى كده كل الماسلز اوف ذا هاند سبلايد باي النر نيرف اكسبت 5 ماسلز اللي هم مين؟ الثينر امينس، الثلاثه الاب ضغط والفلكسور والاوبونس واللاترال تو لامبريكنز اللي هي الفيرست والسكند. يبقى تاني كل المصدر هم سبلايد باي النر نيرف اكسبت مين هم؟ ثلاثه ثينر واثنين اللاترال تو. يا دكتور الصورة وقفت تاني عند ايه؟ طيب يا مصطفى لغاية الصورة البالمر انتر اوسياي والدورسال انتر اوسياي دي اخر سلايد يعني تاني. الدورسال اللي هي كان فيها دايجرام وفلاش صح؟ تمام اه. طيب كده في اي حاجة اختلفت؟ لا برضه. ما فيش برضو اختلاف؟ لا واقفين على نفس السلايد. طيب اول ما اي حاجه تختلف بقى مصطفى عرفني. ها ما رجعتش؟ كده رجعت دكاترة أو حاجة ولا لسه؟ طيب احنا ممكن نحط حد بريزنتر تاني عشان ممكن يكون النت أنا طالع عندي اللي فيه مشكلة، فعشان ايه نتأكد. ماشي حاضر. انا كنت حاطه ناس تانية بس مش عارفه بقى راحوا فين. طيب في هحط دلوقتي دكتور احمد. في دكتور احمد اللي كان ريزد ها. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. طيب عندك موجوده ولا لا؟ هي الصورة اتحركت دلوقتي وجايب الـ الـ الشاشة بس مش أكتر، والصورة رجعت اهي. في صورة الماسك المصل اوف زان. طيب اه كده تمام ظهرت عندي كمان. تمام خلاص. هو شكلي لعب في النت من عند حضرتك يعني. من عندي انا. هو في الغالب كده. اه ده انا هبعتين كمان. طيب كده تمام احنا؟ اه كده واضح. اوكي طيب يبقى احنا كده خلصنا كلام على ال 20 ماسلز اللي قلنا عليهم اللي هم الثينر والادكتور جروب اللي هو اللاترال، الهايبوثينر اللي هو الميديال جروب والبالمارس بريفس، اللامبريكنز، الانتر اوسيوي سواء بالمر او دورسال انتر اوسيوي. وكان يهمني تجميعة النيرف
ان كل المسلز اوف ذا هاند سبلايد باي ذا النر نيرف اكسبت السينر اللي هم الثلاثه مسلز اللي عاملين السينر ايمننس واللاترال تو لامبريكلز اللي هم الفيرست والسكند. طب هنتكلم دلوقتي على ايه؟ يعني احنا خلاص تقريبا بنخلص. هنتكلم على الساينوفيال شيز. ايه هو ساينوفيال شيز؟ الساينوفيال شيز ده عباره عن كيس، عباره عن انبوبه محوطه التندونز اللونج تندونز اوف ذا فور ارم اللي هي دخلت الهاند. ليه طيب محوطاها؟ ما احنا من الصبح عمالين نقول ان الفانكشن اوف ذا هاند دي الفانكشنز بتاعتها كتيره قوي، يعني بتعمل رايتنج وتمسك حاجات، وفي ناس عندها سكيلز اكتر طول الوقت الايد شغاله. فعامله زي فكره الجوينتس بالظبط. الجوينت لان طول الوقت بيتحرك، فحطينا جوه الساينوفيال جوينتس ساينوفيال فلويد فور لوبريكيشن، يبقى سطح كده يحاول يبقى املس ويبقى فيه فلويد يلوبريكيت الجوينت عشان ما يحصلش فيه انجري. نفس الفكره دي بتحصل على مستوى اللونج تندونز اللي دخلت الهاند. بيبقى فيه زي انبوبه كيس محوط التندونز، محوط اللونج تندونز، وجوه الكيس ده هيبقى فيه فلويد ساينوفيال فلويد. الهدف من الساينوفيال شيس ان انا اعمل يوبريكيشن للتندونز ان طول الحركه بتاعتها ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش فريكشن او التهاب في الاوتار. يا دكتور بعد اذنك. اي اتفضل. هي الصوره وقفت تاني. هو انا على نفس الصوره، انا ما حركتهاش بس مش باين حتى الار ولا اي حاجه صح؟ مش بيتحرك، هو واقف برضه. طيب ايه؟ نرجع تاني كده. رجعت؟ لا نفس الشكل ظاهر برضو، ما فيش حاجة ظاهر. وعندي برضو نفس الشكل ما بيتحركش. مش كتر، انا اسفة والله. احاول على السكشن الجاي يكون النت افضل من كده. كده ما ظهرش حاجة تاني؟ لا برضو انا عندي نفس الاسلاك. اي جديد بقى قولوا لي. ها كده. طيب رجعت؟ لا ما فيش حاجه، يعني الارو مش راضي يتحرك خالص. دكاترة رجع؟ طيب كده تمام يا دكتور. طيب فالساينوفيال شيز احنا قلنا خلاص ان هو وظيفته ان يعمل لي ديبريكيشن عشان احافظ ان ما يحصلش فراكشن في التندونز اللي داخله الهاند، وبالتالي انا امنع ان يحصل انفلاميشن في التندونز اللي هو يحصل حاجه اسمها ايه؟ تندينايتس. كلمه انفلاميشن في الاوتار اسمها تندينايتس. طيب اتقسمت ازاي بقى الساينوفيال شيز؟ قلنا ان بيبقى فيه ساينوفيال شيز حوالين الفليكسور بالشس لونجس اللي هو التندون اللي رايح للثمب، وعشان هو ناحيه الريديوس فبنسميها كمان راديال بيرسا. يا دكتور نعم
الصورة تاني؟ وقفت تاني. مش عارف في ايه. طب احمد لو الصورة عندك شغال قولي عشان ما اعرف كان المشكلة من عندي. لا هي فعلا لا برضه شغالة، هي شغالة واقفة، معلش مش قادرة تشتغل. لا ما فيش أي جديد. ها لا خالص. كده شغال تمام كده. يا رب ما يفصل تاني بس. طيب اوكي دكاترة، يبقى اول واحدة عندي اللي هي الراديال بيرسا. الراديال بيرسا دي اللي هو عبارة عن الساينوفيال شيث اللي محوط من التندون اوف ذا فليكسور فالشس لانجس، وعلى الناحية التانية او ناحية الالنا او ميديالي هيبقى فيه برضو عندي النر بيرسا. الالنر بيرسا هي متمثله في مين؟ في الساينوفيال شيز اللي بيحوط كل التندونز بتاعت الفلكسور ديجيتورا سواء سوبرفيشيالس او بروفانس. والالنر بيرسا دي والريديال بيرسا بيبداوا بروكسيمالي تقريبا 1 انش اباف الايه الفلكسور تيناكلم، يعني من الفور ار، وبعدين تمتد تحت الفلكسور تيناكلم وبعدين تكمل معايا للبون، بس بتقف في نص البون في الانترميديت كومبارتمنت كده في النص اكسبت، بس مين اللي رايحه ناحيه الليتل فينجر هي اللي بتبقى كونتينوس. ده معناه ان انفكشن اوف ذا ليتل فينجر، لو حصل انفكشن في الليتل فينجر بيبقى سهل انه يتنقل لمين؟ لغايه الفور ارم، يعني ممكن يوصل لي لحد الفور ارم الديستال بارت اوف ذا فور ارم، على عكس الميدل 3 فينجرز لانهم انتربتد ووقف البيرس او وقف الساينوفيال شيس بتاعهم في البون ورجع اكواير ساينوفيال شيس مره تانية وهم جوه الفينجرز وهم جوه الفلكسور شيسز بتاعته، تمام؟ وبقى اسمها ديجيتال ساينوفيال شيسز. يبقى انا بتقسم عندي الساينوفيال شيس لثلاثه، واحد حوالين الفلكسور بولشس لونجس وبنسميه راديال بيرسا، واحد حوالين التندونز اللي هي السوبرفيشيالس والبروفوندس وبنسميها النر بيرسا، والميدل 3 فينجرز بقى لما يرجعوا ياكواير شيس مره ثانيه بنسميهم ديجيتال ساينوفيال شيس، تمام؟ ويبقى الهدف من الساينوفيال شيس هو جاست اليوبريكيشن لمين؟ للتندون، علشان نمنع ان يحصل فراكشن للتندون، تمام كده؟ طيب بصوا بقى يا دكاتره، احنا كده خلصنا، فاضل لي ايه؟ فاضل بس ان في فيديو عايزاكم كده بس تشوفوه. الفيديو كده ظاهر عندكم؟ دكاترة؟ ايوه دكتور ظاهر تمام. ظاهر طيب تمام، هشغل لكم الفيديو ده كده. حاجة كادافر، ده كادافر للهاند، هنشوفه مع بعض ونسمعه مع بعض كده، هيورينا بس كل اللي احنا شفناه النهارده. You'll look at the hand. We'll go through all the features and the muscles here. We'll start on the palm side of the hand. So we're just going to hold the thumb out. Like... like this. In this region here, first thing you're going to notice is this piece of connective tissue in the middle that we're outlining here. This is called the palmar aponeurosis. Once you find that palmar aponeurosis, you can see that we can take this and reflect it down. It's going to uncover some other things underneath, put that back in place. And coming off of the medial side,
of the palmar aponeurosis. We have a muscle right there, which is called palmaris brevis. So it goes from the aponeurosis, and then you can see that palmaris brevis, if we kind of flip this over, would lay on top of these muscles over here, which go out to the little finger on that side. So we got palmaris brevis right there. Its counterpart would be one we've identified before, which is palmaris longus down here. So this and that both attach to that palmar aponeurosis. We're going to just take palmaris brevis and move it out of the way like that. And once we do that, we uncover this area here, this area over there. Those are eminences. The one going up towards the thumb here is the thenar eminence there. And on the other side, we have the hypothenar eminence. So we have muscles located in each one of the eminences. And they're going to be mirror images of each other. So we're going to have three muscles going over here towards the thumb, and we're going to have three muscles going over here towards the little finger. So those three are going to be, we're going to have one here, two there, third one here. You can also see it coming out this side a little bit too. So again, you got one, abduct, two here, flexor, three there. Same ones on the other side. Here, you're going to have one muscle, kind of move that one out a little bit. There's one, there's two. I'll kind of pick that up just a touch. And then you can see the third one here. So you got one, two, three. So we correspond this one. Right next to it, you're going to have flexor pollicis brevis. And then that third one on this side would be opponens pollicis. If we go over to the other side, it's a mirror image. Abductor digiti minimi would be this one. Flexor digiti minimi, this one. And then down there, opponens digiti minimi. So those would be the muscles that are located in the eminences. If we want to see any other muscles here, we're going to have to take the palmar aponeurosis and reflect it down like this. And once we do that, we're going to expose these tendons here. So we see here, 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 and there. Those are the tendons for the flexor digitorum muscles that are located down in the forearm. So we have flexor digitorum, superficialis, and profundus coming down here. We can see pretty nicely now the difference between the tendons here. I'm holding up the tendon for flexor digitorum superficialis. There's the tendon for flexor digitorum profundus. Notice how this is a deeper one that emerges from in between superficialis there. So this one goes up to the distal phalange of each one of your fingers. This one goes up to the middle phalange. So you get a nice picture of that there. Now, once you identify those tendons, we want to find muscles that are located on the thumb side of each one of the tendons. So we go to the first tendon, we have a muscle. Go to the second tendon, we move this over a little bit, got a muscle there. Third tendon, and move that vasculature, muscle, and then fourth tendon right there, tendon, muscle. These are your lumbricals, and we have a first lumbrical, second lumbrical, third lumbrical, fourth lumbrical there. All right, so you got all those. Lumbricals are going to, if my hand is, my fingers are extended and I go from extension to hyperextension like that, and ignore what's happening in my thumb, just the digits 2 through 5 like that, right? And when I do that, my metacarpals flex and my phalanges hyperextend like that. And that's what the lumbricals will do in this area. Hyperextension of digits. Next muscle you'd want to find on this side would be in between the thumb in the index finger. So we kind of open this up a little bit here. So adductor. This muscle that we're seeing in this area, that's going to be adductor pollicis. And that one is going to pull the thumb towards the other fingers like that. So we get that one there. And then the last set of muscles you would find on this side would be your palmar interosseous muscles. Now they're going to be down deep underneath of all these tendons and underneath of the lumbrical muscles. So we're not going to move them out of the way right now, but they would be in between the metacarpals underneath of these things. So we're going to have three palmar interosseous muscles. And if we have palmar interosseous, then we're going to have ones on the opposite side of the hand, which we're going to flip the hand over like this. And we would have dorsal interosseous muscles. So on this side, those are the only muscles we're going to have. And we can see a really nice example of the first one here. طبعا
الدورسال انتر الفيرست دورسال انتر اوسيا بتبقى اكبر واحده فيهم، فبتبان كويس قوي يعني، وبتبان واضحه يعني عن التكوين. Second metatarsal, the first metatarsals over here, and this muscle right in between. And I'm kind of lifting up there. That's your first dorsal interosseous muscle. Then we move over here, and if we spread apart the tendons here, and these tendons would be for your extensor digitorum. كده خلاص. طيب احنا كده دكاترة خلصنا و تمام. طيب احنا كده دكاترة خلاص خلصنا ويعني اسف على اي حاجة تكنيكال بقى.